لا 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 يا ضيعه مبعوفك يوم، يا ضيعه مبعوفك يوم، مهما علي كتر اللوم. انت عيوني وانت النوم، وانت الدمعة عفدودة. مشتاق 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 يا عيناه يا ويلي يا ويلي، مشتاق لك يا رماني والتوت في يدالي، صبايا الضيعة الحلياني بعد ما تفارق بالي. آه يا قلبي الثورة الرقمية جعلت أشياء كثيرة لم نكن نتصور حدوثها قبل عدة سنوات أمراً ضرورياً. لا يمكن أن نتخيل حياتنا بدونها اليوم. باختصار يمكن القول إن الإنسان أصبح عبداً للتكنولوجيا بكل ما تعنيه كلمة عبد من معنى. وكما هي العادة في كل المجازر التي تحدث، هناك ناج وحيد. أم التنافس الفوق. لك أيلا أيلا، يعني متر بزيادة متر بالناقص، أشو فرقت مثل أخوي إنت. اسكتوا لا اسكت، مين برشت أيلا؟ كل شيء إلا العرض والعرض، واللي بيعرب عليهم بحرقه، وحيوت أختي بحرقه. هلا لا تعمل لي عرض وعرض، كله متر أخذناه مشان نعرف نفلح مثل العالم والخلق. كذاب، بدك تسوق الأرض، بعرفك كذاب، الدومي بلا، الدومي. ما فشي، كفي. لا فشي، واحد عندك. اسمعوا يا عادل. هذا الافندي قام امبارح مثل حربايه بالليل وسلسل على الارض ونقل لحد لعندي، شو رايه؟ هلا هذه هي المشكله. قل له لهالقديش. لا لا اسمعوا يا عادل، سرق لي متر من ارضي، متر بطول 250، ليش بيطلعه؟ حوالي 250 متر. شفت؟ هدول بيطلع ليهم بيت، صح ولا لا؟ روح قدامي خلصني. ماشي. روح. يلا.
صباحك نادي يا ابو العبدة. يا صباح يا فتاح. خيرنا شوفي. سيدي شفتوا لحسعد سايق ولا جودي على الكلام مثل الجعش وصاحب علاج بارودة بده يقوصوا عم مشان لحدو. لك جاييني قبل طلوع الضو بس لحتى تقلي بانه اسعد سايق ولا جودي. ليكو سيدي طالع من زمان لو ما طالع ما كنت اجيت لعندها. بيطلع الضو وقت اللي انا بدي اياه يطلع، ما وقت اللي انت وغيرك بتفكره هنا طلع. فهمتوا؟ لا فهمان عليك سيدي فهمان عليك، بس انا قلت بيجي بعمل واجبي الوطني تجاهكم وبخبركم مشان تعملوا اللازم انتوا يعني وتمنعوا وقوع الجريمه. لك انا من وقت انفرجت لهالمغفر ولهلا اسعد بيلحق جوده طي اوصوا وما بيوصوا. سيدي انا حفاظا على امن الوطن يعني قلت بخبي واللي بترتقى هو بيمشي. تامرون شيء؟ مر لعند حسام بطريقك قل له يقلي لهم عيوني. يلا عملك سيدي حسام. نعم على هالبشارة مفكرين انه هن وقت اللي بدهم بيطلع الضو. فوتوا له فوت حرامي. شو بتأمرنا اسعد افندي؟ شرش ماشي. ليك هاي البورية هي الحد بيني وبينك فهمت؟ وبتحط لها بسفلة باطال مشان ما يخطر لك تسوى من ارضي ولا شبر واحد. عراسي بس لحتى ما تقلي بعدين كاني وماني وشياني، يا ريت تحفر لي محل الماسورة مشان تكون حفرت بإيدك وقد ما فيك تغمق غمق لحتى اشوف لاني ما بتصم. ماشي ماشي بدي انزل لسابع عرض منيح هيك. انزل يلا مستنزرة. ماشي حرامي حرامي غمقها. ماشي ماشي يا حرامي. بس اسعد يبطل الهبلنة تبعه، طالما اسعد هيك جودة هيك. ايه هلا هلا اللي قلبه طيب صار هبيله. بديعه بدي لك شغله ما بتزعلي مني. قولي. اسعد قلبه ما طيب هبيله. لا قلبه طيب هبيله. طيب هيك الله خلقه هبيله، شو يعني جوده بياكل له حقه؟ هلا جوده بحبه لاسعد وجوده بعمره ما رح ياكل له حق لاسعد. وليه والديون اللي بعمره ما سدها ونقله الحد وغيره وغيرات، وشو بدي عد لك لعد لك؟ شو بتسميها هيك اللامه قله شرف وجدان؟ والله يا بديعة ما قلت شرف وجدان، هي عادة متعودة. عادة؟ يا أمي، أمي زتتني وملائكة سلقتني. يا أما بعيوننا عيونك يا جودة على كل عملة بتعملها. جودة جودة بلا جودة. لك آي شبك شبك صرعتني، شو علمتلي؟ علمتلك أكبر جورة بالعالم كله. عفارم عليك. ولك جودة جودة لك تعال شوف شو طلع لي بلا شغلة سودة جودة. ولك آي شايف شايف سودة مثل كحل الليل. يا عم شوي سودة كتير ما نجربوع شوي لا. طلعني طلعني رح اغرق جودة. يلا شويك شويك مد دراعك ولا اخوي. جودة شاهدني مد دراعك ولا اخوي مد دراعك. مش قادر تحرم بيا. يلا شطل حسن شاهدني. يلا ها يلا ها ولك العمى في عيونك لوتتني. شو هذا؟ بنزين غاز مازوت كاس زفه لك ما يكون بترول هذولا. هات ايدك حبيبي. روح شوف لي قصة اسعد وجوده وارجع خبرني فورا. يلا ما في شيء سيدي. هلا مش شباك شفتهم الشارين هيك مع بعض اثنيناتهم. معناتها روح شوف لي هذا عادل هالكر وقول له انه ما في شيء حتى لا يجي يفيقني قبل طلوع الضوء. سيدي هلا كمان عادل شفته على التراكتور مدري شو محمل ونازل. معناتها روح لعند المختار. هو انا ولا ابو نادر لا تعمل لي بالرز بصل. هلا حبكت معك يعني شوف لك كل الضيعه يعني عدم مؤاخذه اذا مش هون البيضات هلا بقي لك غيره. هلا انا مش هيك عم احكي بعرف. خلص مو مالي طيب خلص تفضل. ضبط لك المقلب؟ على يافتك سيدي المقلب. حسب سياسة البلد، بعض الدول إذا الواحد بيلاقي بأرضه بترول بيصير مليونير، وبعض الدول عدم المؤاخذة يعني بتروح على لك شو بدنا ببعض الدول؟ عم نسألك نحن، نحن أم التنافس من اللي بتروح على واللي ما بتروح على. والله عنا الحكومة بتحط ايدها ورجلها على الموضوع. كل مواهب قول الله فرجع لها بتتسكر، بدي بيسكرها، عم تتسكر دغري ما بتتسكر. شو القصة؟ ملاقيين شي يعني؟
لك لا ولك حبيبي عم اقول لك سقافه سقافه يعني عم نتنور عم نتنور ولا ماشي فبند بالقانون بيقول ان ملكيه المواطن للارض بتشمل كل شيء فوق يعني كل شيء على وش الارض وكل شيء تحت للحكومه شو القانون هذا شو القانون ما بيخلي حدا ينبسط الله يخلي لنا الحكومه شرف غريبه مترو واسعد وجوده فعلي هناك أدى ما بتسوي بالدنيا بتسوي للوقت علي بعلي مصيبة هلأ إذا الدولة عرفت أخذت كل شيء عود بقى استنى التعويض بصير فينا مثل القديش وتستنى الحشائش ولا شو رأيك نطلع على تخريمة الفوقة وشو بيقدروا يعملون أهل تخريمة الفوقة بالله ولك أهل تخريمة الفوقة سعودين سعودين ما وفى شيء بالعالم بصعب عليهم ولك بيبيعوا كل شيء إذا الهوى صح لهم ليعملوه معلبات ويبيعوا فهمون ولا دخلنا بالهوى نحن ديبي شو؟ بتسكري الباب ومين ما سأل عني أنا مالي هون فهمانة؟ شبك حدا لاحقك؟ ولك بتسكري الباب وبتسكري بوزك مع الباب يلا يلا نبري شو هدول جملة عايل إياه؟ وطي صوتك والحشا ما تدرى فيهن الحكومة لتشلحنا يا هو بدك تعلقنا مع الحكومة؟ ولك عم قلك وطي صوتك كتمي لعمة في عيونك بقلك وطي صوتك بتعلق بزيادة روحي ولين روحي ولين ابري يلا لعمة في عيوني عيونك اذا صحي والحشا بقرة ها؟ من وين كل هالمصاري؟ حتزقي وتمزقي روحي على الكلب الاسود وزقي صوتك هون صوتك هون لا تقصيني لا ما رح روح على الكلب الاسود والزق وايه صوتك هون صوتك هون شو عم تضحك علي قل لي من وين هالمصاري يلا لا عم في عيونك ما ايش حاجك وما اهبلك اقول لك اجرنا شايفه الارض لاهل تخريمك فوقها منيح هيك ارتحتي ولا اذا بتبيعوا للكرم كلياته ما بيجيب لك ربع هالمصاري عم تضحك علي انت امي زدتني ومواقف لقتني امي زدتني ومواقف لقتني ولك يا جد ما قلت لك شيء ولك نحن ما ضمننا الارض الارض ضمننا البير اللي بالارض يعني هذا اللي طلع منه بترول فهمت ارتاحت باطنتك اصطفلي روح لك تحزقي وتمزقي العمى مرحبا عدة كيفك عدول اهلا شو خربان تراكتورة؟ نمسكك موتورنا؟ لا يسلموا تشبسوا روح يا أمي أعمى في عيونكم وين تجيبوا مصاري؟ بطولة ما تيكي فرد مرة وقصي ركا وقصي معه شيء يعطيك العافية يا أبو العوفة طمنا كيف الصحة إن شاء الله بخير خيو يعطيك العافية أسعد أسعد عم يحكي أسعد بيك ماشي ماشي طمن بنا طمنا كيف الأسعار عندكم الشكاكة الشكاكة بدي الشكاكة الرمح الرمح قديش الرمح دلتا هوا تشوف له هاي شريك هاي شريك احكي معه ألو يعطيك العافية كيف الصحة إن شاء الله بخير جودة والعيلة عراسي معك خواجة جودة آي السهم 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 كام اليوم طالع لك العربي الثقيل العربي الثقيل بكام اي طالع طمنوا طمنوا لشريكي طمنوا بس قول شو طالع العربي الثقيل يا عيل مع السلامه يا حمامه هي الحلول عن جد ثقيل ثقيل لك حل عني ولا العم بقبلتك اذا ما مثل بالزوق العريانه هلا كل ما واحد اشترى ميتور بدي حقق معه لو حوايتي الميتور جريمه ما كان حدا اشترى هنا سيدي عدم مؤاخذه يعني بالعقل واحد مثلي فنى عمره في سبيل الوطن وعم يشتغل ليل نهار مثل الجحش اجلك ما معي ولا نقله هن من وين جابوا كل هالمصاري يقطع عمرك شو حسود منيح ما كل واحد منهم يشتري سياره شو كنت بتعمل روح روح نلعب لوشي لشو روح ماشي تضرب بنيعه عاش يا
يو حسون، معقولة هيك بتقول على الدولة أبو نادر أنا؟ أي لو يلا ما علينا. تعرف إنه برا بيدفعوا مصاري مشان العالم تجيب لهم إخبارية؟ هلا أخيو بصراحة هذا أبو نادر ما شغلته شرطي. غير نقوله يعني؟ بس ما لهالدرجة بجحشنا. يا سيدي لهالدرجة ونص، لكن معقولة 15 سنة ولواح بكل هالضيعة ما ياكل له فلقة؟ بأي قانون هذا؟ قانون أما التنافس. يو الحشر. يا إلهي ما أحلى هالطقم، منين المصاري؟ ما دخلوك الله الرزاق، فهمت؟ ماشي، بس كيف يعني كيف جبتها؟ لك اسكت قبلة، عليت تخيمة الفوق ألا ما فينك شو بترعي؟ لا بخط طقم منك ها؟ خلص شد بوجعوك. كيف؟ سلام؟ أي صهري استنقوا طلع لي برا شوي، روح روح على بيتكم يلا. شبك جبت لنا طقم بدك تزل نفع يعني؟ شد بوزك بلا، بدي احكي كلمتين مع مرتي ما بدك تسمعوا. شبك العمى؟ اي فهمت عليك، خاطرك على السلامه. روح خاطرك اختي، طالعه مثل بريدات بوردو. كيفك؟ بدي لك كلمة، بدي لك سر. تعي معي ضريني هون بسكر الشبابيك. إنه العربي الثقيل طالع. شو ثقيل؟ لك يا عيني عدايك، عيني فيني تشوف منيح. حدا بيعرفني؟ ما حدا بيعرفك. أنا وليني من عندك إزازة هالريحة تشوف. يلا أوام أين منه؟ لك حي الله وحده البياع قال كلهم اكابريات. يلا تفضل. اوكي وانا شو جبت لي معك؟ اكيد ما جبت لي شيء. ولك كيف ما جبت لك؟ جبت لك سكربينة نسواني بتطير العقل، دوري عليها بين صبابيط الرجاله. ادورت كله رجالي. شو هالحكي؟ يعني ما بينت معي؟ لا العمى في عيون شيطان والعمى. هاد أسعد أكيد، ونحن على الموتور بيكون وقع من إيده فلتوني وما حاسس. 100 مرة قلت له مسكن الأغراض منيح، ما كان يكمشاو. يعني ما جبت لي شيء. ولك خلاص إلك علي، بس يطلع العربي الثقيل جيب لك أحلى سكربينة. أربي أربي أربي. رجالي رجالي. على أساس كتير أنت مرة يعني نسواني نسواني بدك. سليم. سجوع. أي. تعال. جاية جاية خير. يلا مشي، بدي اقلك معي مشوار حلو كتير. مشي خير. شوفه لك شو بدك شغلة. يلا مشي خلصنا. يلا وين رايح؟ وين رايح هيك؟ ما جبنا لك طقم، اطلعوا البسوا. تعال كل العرس هدول كله ولك تضرب انت والعرس. بجيب لك واحد بالعرس. يلا خلصنا. يلا سوالني بدي اخذك تيش حبيبي بحبتش. خف ولا عم امشي عمالي انا على المفروع بقول له مش. فشو قلت عبد الافندي؟ اي بس مشروع شو؟ حي الله مشروع، انت فكر لي بشي مشروع والتمويل من عندي جاهز. شوفت عينك. طيب شو رايك نفتح مكتب تحري خاص؟ هاي ليش لا؟ مكتب تحري، مكتب اي شيء يعني. ماشي الحال جاهز زين، بس انت بدي منك تفتح لي عيونك منيح.
أكتر من هيك ببقه. لك ما هيك قصدي، ولو فدان قصدي تفتح لي عيونك منيح. إذا واحد عطس بالضيعة لازم تخبرني، لأنه بتعرف أنت الرأس مال كبير والعين مفتحة علينا، وفا كتير عالم حابة تخوزقنا، وفهمك كافي يعني. ماشي يلا بخاطرك. الله معك. بحضت أول وحدة تحرى عنه. هيا عادل صار بالجيبة. لنقا مع صهري، حط الشنطة هون لها، افتحها ديرة. شو هذا؟ شو شايف انت؟ برغ المجروش مصاري. شلون شو؟ خذ قد ما بدك منه، قد ما بدك خذ. ولشو؟ حزار والله. اسمع خيو، بدنا الان سي عفاف لهالشب الكويس، شو رايك؟ سكوت ولا جحش؟ بفهمك انت، سكوت جحش. جاوبني بسرعه خلصني انت التونق. لا ابن الصرامي. عم سيدي. شو هيك باجرني على بنتي؟ لا وحيا اختي. ليك ولا عاد طلع عليكم يا واطين ولا طوطي. سيدي انت صوتك. شكرا. تشتروا البنت. لك عم اهلك استنوني شباب. رات ولا حرف ولا. لك انا ترجيتك لحتى تخطب لي، بس ايدك شي، بس تجرياتك شي. لك يخرب بيتك اهل عملي. شباك شباك قلت لك مفاجأة سارة. مفاجأة؟ اسمعوا لا، عفوفي حبي الوحيد ولن اتزوجها الا عن حب. لك انت قل لي شو بكره؟ بتكره؟ لا تجاوب. انا بجاوب. انا بكره الرجل الشرقي اللي بيعامل المرأة مثل السلعة. لك عيب. لك لازم المرأة لك كينونة. السلام عليك يا مطار. اهلا وسهلا بالشباب. بدنا اذا امرت علبتين سردين افخم نوع. تكرم عينك. وانا بدي نص كيلو جوز مكسر محطم مشان ديات بديعه ما يتجرحوا. على راسي. تفضل. يا الله. خود. سمسمنا كاتو. شرح. الله يعطيك العافية يا صالح. أهلين بالشباب. تفضل عمي جودة، هاي علبتين السردين إله. ماشي. وهي الجوزات لازل لك إياها. ماشي يلا. ها ليش حسابك خيام؟ كم حساب السردين؟ هات الشباب. نص كيلو جوز. شباب انضربت لسانة. شو وقت نفسينا؟ يلا حساب. يلا يلا. قديش؟ عفوفي سبحانك يا ربي، كأنه إجاني هاتف سماوي وقال لي إنك جاية. شو نام سليل الإقطار؟ لا لسه ما نام. ولا سليم هيك بتعمل إنت وأسعاد؟ إيش مفكري إني كيلو بطاطا بكون تشتروني؟ علي ما علي، لو ما كان صهري كنت قوصته. لك هو معلقه كبير، هو صار يحكي ويرغي من عنده، ما اتفقنا على هذا الحكي. لا مفع عيونه العمى. إيش مفكرنا شحادة؟ تقول فايت عند كان صالح مع بيت المختار. برافو عليك عفوفي، هذا الحكي اللي قلت له اياه، واردفت عليه قائلا انه عفوفي حبي وباخذها عن حب فقط وليس مشترى. ليك سلي ابوي بكره طالع على الكروم. اوعى اوعى تجي بغيابها، يعني هو بيزعل كثير. ما رح اجي. لاي ساعه بضل بالكروم؟ يعني هيك بدك تقول معك للظهريه. انا رايحه بدك شيء. لك استنيني استنيني لوصلك. اي خلاص ما في داعي، بروح لحالي. لك ايش جاي رومانس معك؟ انا جاي وصلك حمايه مشان ما ياكلك الضبع. اي عجل لك، شو مستني؟ مفعيونك ولا شو عامل بحالك؟ لك شو دالع حالك بدول كالونيا؟ حلنا بقى نعيش له. حلنا يا مختار، ما حلنا. حلوك ايه سيدي، شرف شوف. ولا كمان اتباعتك هذا الواطي سلنجو؟ ولك ما عيب عليك ولا مختار، انا بده يبعتني هيك فريخ. صار لك انا افوت بالموضوع لشوف.
الله انعم علينا بهشويه المصاري يا مختار. فقلت لحالي ما فغير عمك البيسه يشغل مخه ويستثمر معه. بيشو بنفتح لنا شي مشروع وجنابك بتشاركني وبتشرف عليه. والله يا عمي جودة كيس الحكي، والمشروع بجيب مصروف بجيب. بس مشروع شو؟ بالرادف واكي، احسن ما عم نروح نبوس الايدين والاجرين تنحط مواسمنا بالرادات غيرنا. بنفتح بالراد كبير منصير نحط مواسمنا ومواسم غيرنا. شو إله؟ وانت قلتها، برافو عليك. وهيك بتبيع برات الموسم وبتربح الطاقة. اي معك من هون لبكره، فكر لي هيك براحتك واستمخمخ ورد لي جواب. يلا بخاطرك. وين راي بدنا نتغدى؟ حياتي انت ما فيني، بدي اطلع لعن صالح على الدكانة، افتح تلفون على البورصة لشوف اذا طالع ولا نازل العربي السقيم. يبريني عنديني ما بتروح لنتغدى، لا تكون ثقيل جودة. راسي مختار، اهلا شريك. نظمية جاهزي الغدا. المختار حطينا بالجيبة. عمي بيتسا. اي عمي جودة، تركني استمخ على الموضوع 24 ساعة وبقول لك وين بدنا نعمر البراود. ماشي خو وقتك، لانه بعرف انه انت ايدي واجري وبلاك ما فيني اشتغل شيء. اسمع لي شخرة ولا هات لشوف. لينج ما شاء الله، روح الله وقلبي معاهم. جودي من وين كل هالمصاري هدول؟ هلا شو بدك من فين كل هالمصاري لابو نادر؟ ما تحقيق القصه، ما تحقيق. الله رزقنا شويه مصاري وحابين نعمل مشروع نشاركك فهمناه. مشروع؟ اي محسوبك ما عم نقلي هالمشروع عود. ما بدي منك قرش، انا التمويل وانت العقل المفكر المدبر، شو قلت؟ اذا الاداره مني ما عندي مانع. بس ما قلت لي لك جودي مشروع شو هذا؟ ما بتفرق ابو نادر، ما بتفرق، طالما السيوله موجوده حيالله مشروع فينو الواحد يسوي. مزبوط ابو نادر. خير؟ بدي اتساقل عليك شوي واستعمل تلفونك تسال على سعر العربي الثقيل. شو بدكم تسووا؟ بدكم تتحملوا سقالتنا من هون لحتى نجيب الجوال على الضيعه، واذا الله كرمنا وضل هالعربي الثقيل عم يطلع ان شاء الله بدي ركب لكم شبكه خليوي، بدي سميها ام التنافس. السلام يا استاذ جودي، لك عراسي شريف؟ عراسي يا شريف. السلام يا سلام يا حمامة. عمالك على الطريقة؟ وفا. أيوة حط الشنطة هيك بين إجريك احضنها. وهي أبو نادر صابر. اسمعونا استاذ جودي، فكر لي بموضوع السوبر ماركت ومخمخ لي راسك. ها ليك يعني مع البراد رح تصدح باحمر، شو رايك؟ موافق. شو بدي اقول لك شغله، انا مخي مالو تجاري، مخك انت تجاري، نقي لي المشروع اللي بدك اياه انا بنفذه. اسمع بكره نحن وعم نتغدى سوا، من مخبخ على الموضوع ومنفكر، شو رايك؟ ماشي يعني عازمني على الغداء؟ طبعا. ماشي خيار، بدي منك شغله، بدي اياك تكون جاهز 24 ساعه 24، بجوز احتاجك باي لحظه، بدي اياك تكون جاهز. لك على راسي، تكرم عينك. اهلين استاذ. يلا بخاطرك. الله معك استاذ جوده. الله معك. هاي صالح صالح. استاذ جوده ما تنسى تطمنا عن اخبار العربي ثقيلها. على راسي، بطمنك بطمنك. يا سجرة الليمون يا عيني. لك أسعى؟ ومغير أوعك قبل ما تنام؟ لا، نام الطعم اليوم. بيزعلك ديعانا؟ ودخيلك يتجعلك بيشتري غيره. هذا شو وضع أنت؟ لك جبت لك مليون شغلة، علقتي على هذا الفستان وروحي غيرها. لك خلص، ولو بدلت كتير اليوم تعبت بكرة. في عيوني عيونك، صحيح مشان بكرة. ذكرتيني، بدنا نروح بكرة على المدينة، نفطر. ونتغدى ونحضر سينما ونتعشى ونتمشى وبدنا ننام بالاوتيل، شو رايك؟ قلت ليش عم تروح هالمصاري؟ ليش؟ خليهم نفتح لنا فيهم شي مشروع. ولك يقطع عمرك بقى بلديك، بنفتح 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 نفتح بنفتح، كيف بدك تفتح تفتح اذا ما ضل معك مصاري؟ اخ يا بديع اخ، فوق فهنا نبع، نبع هيك فوار عم بفور، فر 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 هيك هيك عم بفور، فر هالنبع هذا الفوار.
وبقوم بحطهم كلهم فين؟ هون بالجيبة. هلا فهمني ليش كلهم بدك تحطهم بجيبتك؟ والحشها اتلحولي بس احكي لها بدها تقلب خلقتها عقفاها هيك بدي حطهم بجيبتي مشان اصير المختار، فهمتي هلا؟ والمختار؟ شو بالمختار؟ بيساوي لي شاي وقهوة، عمي بيسة فنجانين قهوة إذا أمرت، عمي بيسة كاسة شاي لو سمحت، شوفيها. شحر راسي على هالحكي، شحر راسي على هالحكي، أنا فايتنا. يقطع عمرك ما أثقلك، ثقيلة، ثقيلة. يحم لقلبك، لا شكل ولا منطق، صار لازم نعبي دفتر العائلة. والله البت ابو محمود ما بتتفوت حياتي انت يا لطيف شو اكابي 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 ابو فارس والحشا شكله بخوف بس ماشي منعبي فيها صفحه عفاف نو عفاف حياتي انت مال ادب جاه جمال من جميعه ولك كامله مكمله خلاص نحشره معهم بهالدفتر ولك شو بده يوسع هالدفتر تا يوسع ايلا اذا الحكومه سامحت لنا منقول لا للحكومه لك عفاف اي عفاف وليش لا ما احسن لمن هالجلجو اسلنجا يعني ما رح نقص علي شيء وبعد فتره بدي اشتري بيك اوب دبل كابين احدث موديل وبدي اخذ الارض اللي عكت في البحر وعمر لها فيه احلى بيت شو ناقصها يعني بعدين عدم المؤاخذه عدم المؤاخذه ماني ابن 70 انا شب بزهوتي طيب وديبه ما رح يصير علي شيء نتيبة رح طوب للبيت القاعدة فا ومصروفة بيوصل كل آخر شهر عدوز بارا والله يا جودي ما بعرف شو بدي ما تعرف ولا تقل لي اجمع لي وشهاء الضيعة كله خلينا نروح نطلب ايده ما بدي ابو نادير يلا حرك 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 ماشي خلص ماشي يا لطيف العملة شو بتسوي اهلا وسهلا فيكم بس بصراحه اتفاجئتوني يعني سيد جودي ابننا بعدين ابن عالم وناس وما بيتعيب بشي بس عدم المؤاخذه منكم يا جماعه يعني بترضوها بدي عفاف البكر تنزل عضره والله الله ما قاله ما عضره ما عضره يا ابو جميل ها وهي دفتر العيله خليه معه هي دفتر العيله قصدي خليه معك وقت اللي بدك منشطبه من الخانه شبك ولا بس يعني انتو بتشوفوها حلوة نخرب بيتها للمرأة يا مختار يا مختار جودي ما راح يكب بلدي ببرا راح يطوب له البيت باسمه وكل آخر شهر راح يخصص له راتب 5000 ورقة طيب مهلونا نفكر بالموضوع ونرد لكم خبر وإن شاء الله بيصير خير القهوة يا نظمية شبك ولو ديبة حياتي انت ليش عم تبكي لو كان إلي أهل يحموني ما كنت تسترجي صار لي ساعد اللي ما قالوا أهل طب الحق بيزعل يعني ولو ديبة حق؟ أي حق؟ الحق بيقول أنه وقت اللي بتكون فقير تشغلني مثل خدامة وقت اللي بتغنى بتكبني
ما كبيتك ما كبيتك، هي رح اكتب لك البيت كله باسمك ولو، بعدين الحكومة، الحكومة سامحت لنا، شوفي كم خانة حطت لنا بالدفتر، واحد، اثنين، ثلاثة. ديبة؟ يا ديبة؟ ولك ديبة؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بعفاف خانم، زارتنا البركة، تفضلي. الله لا يزيد فضلك، ولا جودة، ما شفت غيري، ولك أنا بموت ألف موتة وما بتجوزك، فهمت ولا؟ ولا جودة، ولا أنت واحرة اسمالي، أنت هازي، حقير، إذا ما بأوصك ما بيكون اسمي سليم. ولك الجواز اسمه ونصيب ولا؟ وينك؟ علي ما علي، لنيمك على حرير وفيقك على حرير، وبدي جيب لك بيك اوب دبل كابين اخر موديل، وبدي اعمر لك قصر يلدس فوق راس الجبل. شو قلتي؟ ولك كيف مرتك متحملتك ما بعرف، ولك ديبه ضبي له البغل ضبيه، خرب بيتك ما غلظك. ولا جوده انا بحاسبك ولا لك بدي اوصك. سدوا لباجوقك سدوا لباجوقك. العمى كان لازم نحطه بجيبتنا لهالكر، كيف فاتتني؟ واقفا احتراماتي سيدي. احتراماتي؟ ولك شلون بتحترمك وانت مندفس نايم؟ شلون بتاخذ راتب من الدولة وانت نايم؟ قيلولة يا سيدي، كل الناس بتقيل الوقت القيلولة. يا هم لالي عليك، هذلاك الناس انت مو ناس، انت عين البلد الساهرة اللي لا بتنام لا ليل ولا نهار، عم تفهم؟ خير سيدي، شوفي شوفي شوفي، هذا الطشم اللي اسمه عادل جاب لنا اخباريه انه في كسب غير مشروع. قلنا لا مو معقول، الجماعه بجن حمير شو بفهمهم، بس توصل المواصيل لهون هذا اللي مو معقول. مواصيل شو سيدي؟ والله ما عم نفهم عليكم شيء. ولا راح تفهم، الحقني الحقني تقول لك. حبيبك يا عادل لك شبكان شبكان، ولك سيبوني ولك سيبوني ولك قاري ولك حتى ولك سيدي. شو عاملين شو عاملين؟ ما انا عاملين شي والحشم عاملين شي. والله لجمد الهوى اللي بزلع عيمك والله. وين شريكك؟ ولك شريكي سيدي كل الضيعة شركاتي، يعني المختار وصالح وانت مو شريكي، وابو نادر سيدي، ابو نادر شريكي اسأله. يا هم لالي يا هم لالي، صحيح الحكي صحيح الهرج. اعوذ بالله يا سيدي، الله وكيلك ما بيعرف عن شو عم يحكي هذا. لك قصد سيادته عن اسعد؟ اسعد ولا لك واسعد؟ ايه اهلا وسهلا، الحكومه كلها عنا، بكره تتغدوا بطولة، جايبين معنا فروج بروستلي. ولا جوده قديش ثقيل اليوم؟ ثقيل؟ اسال الشباب عنه. ولا شايفتينا اللي وراك هذيك؟ وراها البحر واخره قبرص، والله لخلي عواك وعواي وصل لقبرص. والله جيبوهم. تفضل فوق. استاذ جوده تفضل دورك. شو في فلا الشغله؟ قال بعدين نرسل لحونا المصاري كلها. لحونا المصاري خلاص ولا انت وياه؟ ممنوع تحكوا مع بعضكم. يلا بلا جودي تعال. لك تعال. اي بجد لازم معي الضوضه. عم بعلك اخي دير بالك عم ماضيره. ايش بدك ولا بالسلامه؟ حاضر اخي. انا قلت لكم قانونيا فاشي ما مزبوط من الاول، حاسس فيها القصه ما هيك؟ لا بدي عاد انت ما عم تصدقيني ما بعرف. خذوا من وجهك خذوا سيدي بعد اذنك، يعني هيك بسمح لي هيك اسلخوا شي فلقه هيك نسع الحليب اللي رضعوه. مشان شو الفلقه؟ مشان شو الفلقه؟ اذا اعترفنا بشغله ما مساويينها مشان ما ناكل فلقه. وهالمعتره مرتك شو ذنبها ولا؟ يلا استنى ولك استنى عندك. شلون شغله ما سويتها؟ ليش مو حضرتك وحضرت اللي بخشته الانابيب؟ نحن بخشنا نحن بخشنا. طب سيدي شو بدك احلف لك؟ لا احلف لك انه لا بعرف الانابيب ولا بعرف شكل الانابيب ولا بحياتي شفت انبوب. يا هم لالي يا هم لالي، راح يجننوني هذول، راح يجننوني اذا هسع مو عارفين شو يساوي. طب سيدي المهم انه اعترفنا، هاي مشان ما يسود وشكم قدام الحكومه فوق ماشي. خذوا لك والفلقه خليها علينا علينا. ما بدها تزبط معنا بقى؟ لك والله بس ابو نادر ياخذ اجازه لارفع ام الطنافس كلها فلا. والله لا تنفس الطنفس.
بدي اعرف ديبه لا تواخذيني انك طلعت قليل اصل عادي وين الغريب بالموضوع ما كل عمرك قليل اصل المهم هلا خبرونا شو عاملين لحتى نعرف استنادا على اي ماده بدهم يحاكموك شو بعرفني قال انا وبيب وما انا وبيب نبيب شو ولكن نبيب نبيب مواسير يعني قال فاق نبوب مبخوش ونحن الباخشينه لزقوا فينا لهالتهمه كل الحق علي كل الحق علي ما حطيته لهذا المحقق بالجيبه كون لازم حطوا يا هم العنبه Yeah.